صباح الخير وصباح رضا، صباح سعادة على كل مشاهدي صباح البلد. قبل ما ابتدي مع حضراتكم فقرات اللي جاية معانا وهتكون فقرة مهمة جدا جدا، أنا حابة أقدم ريبورت وتقرير مهم جدا جدا. وخليني كده أقدم الريبورت مع حضراتكم. هو مؤتمر عالمي بالتعاون مع شركة بورينغدون إنجلاين يؤكد ارتباط وثيق بين مرض السكر النوع الثاني والقلب والكلى. ارتباط وثيق بين مرض السكر من النوع الثاني وأمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي، مما يشكل تحديا ومخاطرا تشمل هبوط عضلة القلب والفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم، مما يتطلب ضرورة اتباع الأسلوب منهجي متعدد التخصصات لإدارة وعلاج مرض السكر. هذا ما أكده العلماء والأطباء المتخصصين المشاركون بمؤتمر صحفي الأخير على هامش المؤتمر العلمي العالمي لأمراض القلب والسكر والكلى. قامت بتنظيمه اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع شركة بورينغدون إنجلاين، أحد أبرز شركات الدواء والرعاية الصحية في العالم. ريبورت وتقرير مهم جدا جدا، هنطلع نشوفه مع حضراتكم ونرجع للفقرة بتاعتنا. اتفضل. الحقيقة طبعا ده مؤتمر عالمي لأول مرة يحصل في مصر ما بين ثلاث مجموعات، القلب والسكر والكلى. أعتقد دي لأول مرة المجموعة دي تيجي في مصر، أكتر من 25 دكتور أوروبي وأمريكي مع المصريين. الغرض منها أن احنا نبتدي ننشأ زي تحالف ما بين الثلاث تخصصات. يمكن احنا في مصر بدينا في مؤسسة القلب والشرايين، عملنا التحالف ده من 6 سنين على نطاق المصريين وشوية تعاون مع الخواجات. وكنا بنعمل اللي عملناه مع شباب الاطباء، ان احنا بنجيب حاله والحاله دي بنقعد نتكلم فيها بالنسبه للقلب، من ناحيه القلب او من ناحيه السكر او من ناحيه الكلى او من ناحيه يمكن الرئه كمان، لان المريض مش في حاجه واحده بس، وثلاثة مع بعض. الموضوع بكل بساطه ان احنا قعدنا سنين طويله، ممكن لغايه دلوقتي احنا بقالنا 100 سنه بنعالج مرض السكر بادويه تقليديه، والأدوية دي الحقيقة كانت ناجحة جدا جدا في السيطرة على نسبة السكر عند الإنسان. ولكن للأسف احنا كنا بنواجه مشكلة كبيرة جدا، ان رغم ان المرضى دول بيتحسنوا وبيبقوا كويسين جدا من حيث نسبة السكر، لكن للأسف أمراض القلب والكلى كانت هي الهاجس الكبير بالرغم من ضبط نسبة السكر. That study showed that by improving the glucose level in a person with diabetes, it was possible to reduce the risk of complication, in particular of the small vessel complication. وهذه الدراسات أثبتت أن السيطرة على نسبة الجلوكوز في دم المريض تؤدي بشكل ملحوظ إلى تحسن جودة الأوعية الدموية وتجنب المضاعفات الناجمة عن مرض السكري. The American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes convened that we need to have what has been defined in a holistic approach for treating type 2 diabetes. واتفقت هيئة علاج السكري الأمريكية وكذلك هيئة علاج السكري البريطانية على أنه يجب أن يكون هناك منهجية شاملة وكلية للتعامل مع مرض السكر حتى يتم السيطرة على جميع المضاعفات الخاصة به. So I think that now we have better opportunity to really reduce the risk of complication in people with diabetes, and even more to improve their quality of life and reduce the costs associated with these complications. وبالتالي فإن هدفنا الآن هو السيطرة على مضاعفات مرض السكري ومحاولة تحسين جودة الحياة للمريض وتخفيض معدلات الوفياء لدى المرضى. احنا في شركة بورينغدون إنجلاين بنأمل من خلال هذا المؤتمر الطبي الهام لفتح منصة لمناقشة الحلول العلاجية المستقبلية والمبتكرة لمرضى السكر والقلب والكلى. احنا في شركة بورينغدون إنجلاين بنأمل توحيد الجهود جميعا لرفع العبء عن المرضى المصريين اللي بيعانوا من السكر والقلب والكلى.